قريبا من الساحل الغربي للبلاد وتحديدا في الحديدة الأشد ارتفاعا في درجات الحرارة، يقاوم السكان ظمأ الصيام بقوالب الثلج أو ما بات يعرف هنا بالنفط الأبيض للارتفاع المتصاعد في أسعاره، خصوصا في فصل الصيف خلال شهر رمضان الذي يوشك على الرحيل. صار الثلج واحدا من الطلبات الملحة للأسر كونه ارتبط بموسم الصيام كطقس، وتزايدت معه نقاط ومحلات البيع على نحو كبير يعكس الظروف القاسية على السكان جراء غياب الكهرباء وعدم توفر وسائل التبريد المنزلية. في هذه المدينة فقط صار الثلج واحدا من المشاريع الخيرية التي تتبناها وتنفذها مؤسسات العمل الإغاثي، وهو أمر جديد لم تعهده المحافظة، غير أن الحر صار مصدرا لابتكار طرق تروي العطش.